حد بيسأل عن تصور النقابة لعمل المحامين الشبان. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة. إحنا عندنا في الدستور أعتقد مادة 54 أو 55 بتتكلم أو 34 بتتكلم عن يبلغ كل مقبوض عليه بأسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزوي ومحاميه. ولا رفع ايدك ليه؟ لا 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 لا, لا لو سمحت لو سمحت هجاوب بس هريحك ولا يبدأ معه التحقيق إلا بحضور محامي ولا يقدم للمحكمة إلا بمحامي أو مدافع. النص ده له تعديل في قانون الإجراءات الجنائية احنا شغالين عليه كنقابة علشان يترجم لإيه؟ هيترجم لالتزامات. ده نظام دستوري بيوجب، هنا دخلنا في الوجوبية، ويوجب حضور المحامي في التحقيقات الجنائية كلها جنحة أو جناية، وبيوجب حضور المحامي في الجنحة وفي الجناية. الجنحة حتى لو ما كانش القانون اللي يوجب الحبس فيها من أول درجة، يعني من أول درجة وتاني درجة علشان يحقق كفالة الدفاع للمواطنين في كل المراحل. ده معناه إيه مهنيا؟ معناه إيه؟ معناه إنه النقابات هتبدأ تعمل جداول للانتداب في المحاكم الجزئية المختلفة. لكل نيابة في جدول الانتداب، في كل محكمة جزئية في جدول الانتداب، في كل محكمة ابتدائية فيها استئناف للجنحة، الجنحة المستأنفة انتداب، في كل محكمة جنايات أو استئناف فيها جناية هيبقى في انتداب. يبقى عندنا يعني جداول للنيابة انتداب والجنحة والجنحة المستأنفة والنقض، أربع جداول. الأربع جداول دول أعتقد إن هم هيغطوا احتياجات كثيرة جدا من أعمال المحامين، وهنتعب المحامين أو في محامين كتير هتتعب من كثرة العمل، إن شاء الله تتعبوا فيها، في إنه هيبقى عنده انتداب واثنين في اليوم، انتداب واثنين في اليوم. الدولة هنا، لأنه ده التزام دستوري، الدولة هنا ملتزمة بتقدير الأتعاب ومنصوص على تقدير الأتعاب في المادة 187. إذن من حوالي 300 400 500 الحد الأدنى. أنا هفترض أنه في الجنحة 300 و400 و500 ماشي، إيه المشكلة مع المحامين الشبان اللي كل يوم يحضر جنحة أو جنحتين؟ من ده يعمل معاه شغل كويس، وده في النهاية أدي لطول. بس المهم إن أنا أوظف جداولي صح وأبني جداولي على المحامين المشتغلين، ما أديش الجداول دي ولا الأدوار دي لغير المستحقين من المحامين. مش هينفع حد يحضر معاه كارنيه 16، لازم الأولوية أو لازم هذا الأمر يقتصر على المحامين المشتغلين اللي بيجددوا اشتغالهم سنة بسنة ويوم بيوم وساعة بساعة، علشان ندي مساحة عمل حقيقية. دي فرص عمل حقيقية، دي فرصة عمل حقيقية. ليه؟ لأنه في النهاية مش هتسيب محامي مش ما عندوش شغل. المحامي بقى اللي مش عارف يشتغل ومش عايز يشتغل ومش عاجبه ده ولا ده، ولا في الجنح ولا في النيابة ولا في الجنايات ولا في المكتب، ما يتعبناش بقى. يعني احنا بقدر الامكان نحن نهيئ الفرصة، لكن لا نخلقها لأحد. نهيئها بحيث انه المحامي هنا هو وجدارته، لانه يعني احنا النقابة اصلا لا تتدخل في اختيار الموكل لمحاميه. هو المحامين اللي بيجي لها موكلين تدفع بالالاف او الملايين علشان تروح على تعب، هو حد بيواجههم؟ هما سوق العمل فرض ده، الكفاءة المهنية فرضت ده، الحافز الشخصي والذاتي للمحامي اللي خلاه تفوق علشان الناس تسعى اليه، علشان الناس تسعى الى وكالته، عشان الناس تدفع الاتعاب اللي هو عايزها علشان يؤدي ما عليه من اذن. لانه استحقاقات العمل مش انك تبقى حافظ القانون، لا، انك تبقى بس عارف القانون
وعارف ايضا في كل مناحي الثقافة المختلفة، وايضا عندك موهبة ومهارة العمل بالمحاماة، لانه دول مهمين مع بعض، ما ينفعش حاجة لوحدها، يعني لازم بقدر الامكان. وانا بقول الكلام ده للمحامين الشبان اللي لسه في بداية حياتهم، اهتموا بالثقافة العامة لكم، علشان ده هيساعدكم كتير جدا في انكم تبقوا متميزين وتبقوا متفوقين، ويبقى لكم امكانية وفرصة التقدم على اقرانكم اذا تنافستم في مكان واحد او في مجال واحد.